أنا الشاب مغربي من مواليد 1971، حاصل على البكالوريا في 2006. إخواني المحسنين تقدمت لعند السيد المشغل، شغلني يعني خدمت معاه نقول لك واحد 20 جور 20 يوم، وتعرضت لحادثة الشغل على مستوى الرجل اليسرى، فتأثرت يعني 3 العمليات على هذا الرجل، وكان الطبيب يعني عاطيني البتر ديال الرجل اليسرى. فرغم المطالبة ديال العائلة وديال الناس طلبوا الطبيب وخلى لي رجلي، وانا مأثر على الناس عدد السيد هذا، وراه لحني الله سيرونس وما كيعطونيش المستحقات ديالي ومضيعيني، وعندي الوثائق ديالي الثابتة، وكنطلب من المحسنين ولا من الأساتذة القانونيين داخل هذه البوتقة المغربية إن شاء الله اللي كيحبوا القانون يشدوا لي أمور الزمام، ويشوفوا لي هذا الرجل ويعاونوا لي على هذا الرجل باش ناخذ المستحقات ديالي وناخذ الواجبات ديالي. وكما لا نخفي عليكم يعني عندي واحد الوليد عنده 15 عام مصاب بالسكري من نوع رقم 1، يعني كنطلب من المحسنين ومن الناس يعاونوني على هذا الرجل، راه ما بقيتش قادر ندرج ولا نتحرك، راه الرجل هذا اليسرى وتا اليمنى وليت كندرج غير واحد 20 متر وكنتوقف. الله يجازيكم بخير. راه هذا السيد هذا شوفوا من حالي ومن حال الوليدات ومن حال الزوجه، راه مكرفصه معايا وراني مكرفص. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا هو اللي نطلب منكم اخواني المحسنين، والله لا يضيع اجر المحسنين. الطلبات ديالي استاذه، كنطلب باش يد الدواء استاذ الرجيل تيوا، بان هذاك الدواء قال لي مول السكانير، يعني داك الشيء كرونيك، شي حاجه مزمنه معاك خاصك تبقى متبعه بالدواء حتى تموت. الدواء 60,000 ريال من شهرين لشهرين استاذ، وعندي بالوثائق وعندي الحجاج وعندي كل شيء الحمد لله. ونطلب من المحسنين يعاونوني، وتنطلب من شي استاذ رجل قانون، وانا كنقول نهضر يعني كي يتنفس القانون، ينوب عليا ويشد لي الحق ديالي مع هذا الانسان هذا. بسني في واحد كيما كيقولوا كان مخلص هو واحد 10 خاوين في لاسيرونس، تهرست انا ديك الفانجور تهرست فيها، يعني دخلني في هذاك البوست ديال سميتو. ملي كنمشي لاسيرونس كانوا كيمدوا لي شي شويه في الاول، ملي كنعطي الشواهد وسميتو، ملي توقفت على الشواهد وما بقاش عندي باش نمشي للدار البيضاء والرباط ونتنقل عند الاطباء وسميتو، يعني راني استسلمت الامر الواقع، وكنحمد الله ونشكره. كنطلب من المحسنين يعاونونا ويعاونونا على الوليد، راه عنده السكر رقم 1. الله يجازيكم بخير، هذا هو اللي نتمنى منكم، والله يجازيكم بخير. هادشي اللي نطلب من الله. يعني معاناه كثيره، تأزمنا نفسانيا، كتشوفي وليداتك ابسط الحوايج ما متوفرينش ليهم، امكانيات على قد الحال. كاين بعض المرات الا ما صيتيش باش، كاين بعض المرات ما كنصيبش ما نعطيهم ما نوكل باش ياكلوا، ما كنصيبش. كتوصل حتى لهاد الدرجه ديال ما تقدريش باش ولادك يعني كيباتوا بلاش ولا يضلوا بلاش، ولا انتي جالسه وكتشوفي ولادك كيتقطعوا قدامك. راه امه كتبغي ولادها باش امه كتبغي ولادها يضيعوا قدام عينيها، وهي كتشوف فيهم يعني هما في عز الشباب ديالهم قلب كيتقطع. لدرجه انا ولدي اللي فيه السكر مرض ليا، وقيحوا ليه الصبعان ديال ايدي، ما صبتش باش نشري ليه الدواء، ما صبتش الله غالب الله. ولينا ما بقيناش كنعانيو مشكل، ولينا كنعانيو جوج، يعني الزوج والولد، و هذا الزوج يعني عي رجلو كتطلب عي باش كيداوي الفاصمة، بيطادين، السيروم، يعني خصو كل سيمانة على الأقل 4,000 ريال. هادي ما بين سميتو فاصمة طيبة والفاصمة اللي غيلوي على رجلو ولا هذا، يعني هذاك الشيء اما الدواء وداك الشيء تفادينا هاد الشيء كله عي باش نعالجو واحد الوليد اللي بغينا حتى هو يكون في المستقبل شي حاجة زوينة. وما بغيتش ولدي يضيع، انا مني نضروه يدي وليت كنشوف ولدي كيضيع قدامي وانا ما قادره ندير حتى شي حاجة.
قاعدة ندير والو، ما عندي حتى شي خدمة اللي مستقرة، انا غير نخدم في الديور، مرة كنخدم مرة ما كنخدم. يعني ما هاد الازمة ديال كورونا وسميتو تأزمنا بزاف، تأزمنا بزاف. انا كنطلب من الناس يعاونوني يساعدوني على ولدي، لان تيعب عنده لاباراي كيادك، تيعبر خصو يعبر 4 مرات في النهار على حساب السكر. وعاد الزوج ديالي يعني ما بقى عنده ضروري خصو الدواء ديالو، لان عنده رجل قال لي الطبيب خصك تبقى تشرب الدواء، يبقى معاك الدواء حتى تموت. يعني مرض مزمن، يعني الهشاشه ديال الهشاشه ديال العظام، يعني قدر حتى كاين بعض المرات يبغي ينوض باش الا شداتو الحاله ديال رجلو هذا باش كضرو، يبغي ينوض ما كيصيب ما كيقدرش ينوض، الا ما كانش اللي غينوضو ما كيقدرش ينوض كيقدرش ينوض. انا كنطلبهم يساعدوني ويوقفوا معايا ويوقفوا مع راجلي باش ياخذ الحق ديالو ونعيشوا حتى حنا كيف الناس، ما تنطلبوش شي حاجه اللي كثيره، كنبغينا هم يساعدونا عايشين فيه، ما فيه لا طواليط ولا سراطة ولا حتى شي حاجة. يعني هذا كاين بعض المرات الضو والما ما كنصيبش باش نخلصه، باش نصرف على وليداتي ولا نخلص الما والضو ولا ندي ولدي للطبيب، لان عندي من 3 شهور 3 شهور خصني ضروري ضروري نديه للرباط. الظروف اللي حكمات عليا باش نعيش هكا، الحمد لله الحمد لله، ربي ما كيضيعش ما تيضيع حتى مسلم، و الا عاونتوني اخوتي راه ما غاديش تضيعوا، راه اجر الاجر ديالكم عند الله.